الآن من بروكسل تنضم إلينا مراسلتنا عزة غريبة، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا جو تابت. أهلا بكم، أبدأ بك عزة. إذا قرار مهم توصلت إليه القمة الأوروبية، العقوبات على تركيا، كيف تم التوصل لهذا القرار؟ ما هي الكواليس؟ نعم مروج، ساعات طويلة من النقاش حول هذا الموضوع استمرت الليل بطوله بحسب تصريحات للمسؤولين الأوروبيين، وبعد ذلك تم هذا التوافق الذي كانت عادة ما تقف في وجه ألمانيا بالتحديد ودول أخرى، ولكن استمعنا إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي تحدثت عن خيبة من الموقف التركي. كان هناك قمة أوروبية في أكتوبر الماضي تذكرين، وقد أعطت مهلة لتركيا لكي تصحح سلوكها وتخفف من التوتر مع الأوروبيين في الملفات المعروفة في شرقي المتوسط، تدخلاتها في ليبيا. ولكن ما حصل منذ أكتوبر الماضي أن تركيا لم تغير من سلوكها في هذه الملفات، لا بل أضافت عليها ملفات أخرى اعتبرها الأوروبيون مستفزة لهم في ناغورني كاراباخ وأيضا في فاروشا، ولذلك كانت هذه الخيبة الألمانية التي لم تتمكن بعد هذا السلوك التركي، لم تتمكن برلين من الوقوف في وجه التوافق الأوروبي الذي لم يتفق فقط على عقوبات حالية، ولكن أيضا توافق على آلية لعقوبات أوسع وأشد صرامة في مارس المقبل إن استمرت تركيا في استفزازاتها. نعم عزة، إذا جو، أيضا الكماشة اكتملت بالتلويح بعقوبات أمريكية على تركيا، ما الدوافع هنا ومتى من المتوقع أن تصدر هذه العقوبات؟ العقوبات المنتظرة اليوم تحديدا بعد الظهر من قبل إدارة الرئيس ترامب وأيضا من قبل الكونغرس، حيث ستأتي العقوبات في إطار التصويت على موازنة الدفاع. ما علم منها حتى هذه الساعة بأنها ستكون عقوبات اقتصادية على خلفية حصول أنقرة على منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية. هي عقوبات وافق عليها البنتاغون من ناحية، وأيضا وكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية، وأيضا أعضاء الكونغرس الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء. هي عقوبات اقتصادية تطال شركات صناعات الأسلحة التركية، وأيضا كما علمت تطال رجال أعمال مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ستكون سابقة في إدارة الرئيس ترامب الذي كان امتنع سابقا عن توقيع أي رزمة عقوبات ضد أنقرة، إذن مما لا شك فيه ستلقي بأثرها على علاقات البلدين. شكرا جزيلا لكما مراسلينا من واشنطن جو تابت وعزة غريبي مراسلتنا من بروكسل.